شكرا. افتتحت الفروع الجديدة في مختلف مناطق السلطنة في مواقع استراتيجية ومهمة لتكون أقرب لزبائننا، تعزيزا للتجربة المصرفية اللي قدمها فريق من المختصين من البنك. تشمل الخدمات المقدمة في هذه الفروع الجديدة الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات بمختلف أحجامها، وخدمات إدارة الثروات والخدمات الحكومية، ولتشكل معا منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتميزة. في بنك ظفار ملتزمون بتقديم كافة خدماتنا المصرفية في مختلف مناطق السلطنة، ملتزمون بالتوسعة في شبكة الفروع، ملتزمون بتطوير قنوات الخدمات الإلكترونية، ملتزمون بالاستثمار في العنصر البشري. 100 فرع هذه محطة مهمة بالنسبة لبنك ظفار، ولكنها مجرد انطلاقة لتقديم ما هو أفضل ومتميز في كافة الخدمات المصرفية. شكراً.